بعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أخبار مشوار وبعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أخبار حكاية من سالف أزمان فيها الفن ألوان ألوان حكاية من سالف أزمان فيها الفن ألوان ألوان بتحكي عن أصل الفكرة عن ماضي ويمكن بكرة بتحكي عن أصل الفكرة عن ماضي ويمكن بكرة شو اللي كان وشو اللي صار وبعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أخبار حكاية بتحكي عن أجيال صاروا مضرب للأمثال حكاية بتحكي عن أجيال صاروا مضرب للأمثال اسم مسجل بالتاريخ ذكرى جديدة وما بتشيل اسم مسجل بالتاريخ ذكرى جديدة وما بتشيل أصل حكايتنا أفكار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أسرار أسامي أنت هون؟ نقصني يا رجل لا إحم ولا دستور هلا هلا ما أحلاني وأنا في بيتي أتنحنح وشو فيها يعني؟ إيه؟ شو يعني كيف شو فيها؟ يعني الطالعة والنازلة والداخلة والفايتة احم احم دستور؟ يا ابو سامي انا مش قصدي انه يعني جوا البيت ما في داعي للتنهيز يعني برا البيت ممكن انقسك ابو سامي انت ليش بتحب تلف وتدور مثل الجرايد اللي بتقرأها؟ اي انت ما قاهرك في هالدنيا كلها الا الجرايد اللي بقرأها مظبوط انا بتاخدك مني يعني بتفليها تفلاي كل الناس تشتري جريدة واحدة الا حضرة جنابك بتشتري لي 3 جرايد تقعد تقرأ فيهم طول الوقت عشان تصيروا 4 عالسنة الله يسامحك يا ابو سامي بتعاملني معاملة الجرايد؟ يا ريتك زي الجريدة عالقليلة الجريدة بعرف اقراها انتي ما بعرف اقراكي الجريدة بفليها تفلاية انتي بتفلي جيبتي تفلاية هلا احكي من الاخر شو بدك انا مش فاضي عندي شغلها هدول شو بيسووا هون انا جبتهم لهون انا صار لي ساعه بدور عليهم انت شو بدك فيهم طب اسالني هايني سالت لايش هدول شو بدك فيهم بقول لك جاراتي طلبوا شويه جرايد وهي وزعتهم بكياس زي ما انت شايف هذا الكيس لام عدنان لانه اكثر وحده بتنظف ازاز وهذا لام خالد وهذا لام سمير ولأم بريس ما فيش كيس؟ أم بريس رحلت من العمر بالله طبعاً لازم تعطيهم الجرايد عشان ينظفوا القزاز لأنه مهمة الصحافة أن توضح الرؤية وينك بطلنا نشوفك لا طلعة ولا نزلة؟ قاعدة بهالدار هاتي شاي وهاتي غدا أوف والله أنا قلت بس يتقاعد جوزك رح نشوفك أكتر إيه لو ضلوا بالوظيفة أحسن على القليل كان بيغيب له كم من ساعة لهالدرجة مزهقك؟ يعني أنت أحسن؟ من عارف البيرو غطى من هرجل لما يتقاعدوا بصراحة لازم يعملوا نادي للموظفين المتقاعدين على القليل بنرتاح من الأفلام الهندية يا ستي هو لساته على الهندي؟ بتصدق إني في رمضان كرهت التمر الهندي؟ طب يقلب على التركي قال يا ستي بغار علي من مهند الغيرة محبة يا أم خالد يكرهني بس يترك الأفلام الهندية يعني جوزك حاطط على محطة واحدة وقاعد لها بتقدر تقولي هيك أما أنا جوزي عنده هواية العزف عزف منفرد الله وكيلك طيب حلو
هيك بيطربك وبسليكي. بطربني؟ قولي بطرمني. لا لا، شو قصدك؟ معقول ما بيعرف يعزف؟ لا، بيعزف عزيف شاطر، بس بيعزف على الريموت من محطة لمحطة. تعرف يا أم عدنان إني بتمنى تركيا تحتل الهند. دخيلك شو بدك بهالقصة؟ بتزيدي الأخبار عند أبو عدنان. يمكن يا ستي تركيا تمنع الأفلام الهندية ونخلص. بضل أبو خالد أهون من أبو عدنان. كيف هالحكي؟ على القليل أبو خالد حاله لباله، بس أبو عدنان كل ما سمع خبر بنط عن هالكنباية تقولي تركيا احتلت الهند. من تمك لباب السما يا رب. يا أم خالد، أبو عدنان مزهقني، حافظ الأخبار عن غيب. بالله تسألي لي أبو عدنان إذا كان في تحركات تركية على الحدود الهندية. والكلمات المتقاطعة. خلصت خلصت، صدقني خلصت. شو ناقص عليك؟ كلمة يقولها الرجل لكل النساء باستثناء زوجته. حبيبتي. لحظة لحظة لحظة. إيه زبطت صح؟ كيف عرفت؟ داش علم يا رجل. مدامك بهالفهم ليش ما بتقرأ جريدة؟ خلي الجرائد إلك، أنا أخباري طازة من مكان الحدث. إيه من مكان الحدث وطازة. طب شو أخبار الدنيا؟ ماشي. والأيام؟ تركض ركاض. وأخبار أبو خالد مش إنه يجي معاك؟ صحيح، أبو خالد اعتذر يا رجل، بقول لك في عنده فيلم هندي طويل. إيه يا أبو عدنان، هو في فيلم هندي قصير؟ المهم بدوش يجي. طب والمشروع اللي بدنا نسويه مع بعض؟ بنسويه انا وياك لحالنا. شو يعني موقع اخباري؟ ما هو كله حكي بحكي. لا، بدنا مين يساعدنا يا سيدي؟ بنستشير وزارة الداخلية. ابو عدنان الله يوفقك، ما بدنا وجعة راس، خلينا بعاد عن السياسة. اي سياسة يا رجل؟ انت وين رحت؟ انا قصدي ام سامي وام عدنان. أم سامي وأم... طب أم سامي وأم عدنان بيعرفوا يصفطوا حكي فاضي؟ يا رجل من هاي الناحية ولا يهمك، تخصص بامتياز. وتفضلي يا ستي. واو، شو هذا؟ كله مجلات؟ هاي موقع العمليات. شو حلو، يعني هون بتنطبخ الأخبار؟ بتتاكل تبلعيها بلع. طيب علميني كيف ممكن أطبخ خبر أنا؟ بعلمك. بالأول تدوي اللابتوب هيك، شايفة بيطلع لك الصور. أبلش. مالك مالك خايفة؟ ما بيكهربني؟ لا أهد ما بيكهرب. الشيء الوحيد اللي بيكهرب بموقع العمليات هون هو الخبر، بنفض نفض. والله؟ طيب شو الأشياء أو المقادير اللي بتستعمل في الخبر أو في طبخ الخبر؟ ولا إشي، اللسان بس؟ هو قليل لسان يا أم خالد. معقول؟ عن جد أنت بس ضلي لقلقي هيك للصبح. عن جد أنا حاسة الموضوع كله فيلم هندي. أي فيلم هندي؟ الفيلم الهندي ولا إشي مقارنة مع هذا. هون أنت بس وكتبي. علميني علميني بشرفك. إيش؟ تعالي نحكي على إم عدنان. عدنان؟ إم عدنان. استني طلعي. هيا يعني نطلعها إذا بدنا إم عدنان. هي الموقع إم عدنان. طب هي مشهورة بتطلع الكمبيوتر؟ لا هذا موقعنا. تقرر هذا اللي اسمه الفيسبوك. أيوة. تقرر تقرر أن تطبخ. أن تطبخ ملوخية. لا معلش أنا أشطر منها في الملوخية، خليها تطبخ بامية هي. طيب هاي شطبنا ملوخية بامية. حلو. لزوجها سنورطها نورطها ولكافة جاراتها. يلا شدي الهمة، بدنا أخبار فايعة. احكي لحالك، كل أخبارك هوشات ومشاكل وزواج. هيك الجمهور بده.
واحنا عدد قراء موقعنا بيزيد والحمد لله. كلهم بدهم يعرفوا اخبار ام خالد. تصوري ام خالد صارت زي نجمات السينما قد ما حكينا عنها. اكثرهم بيقروا اخبار ام خالد. واحنا ما بدنا نكشف شخصيتها، خلي الجمهور متعطش للخبر. هي اذا ام خالد نفسها صارت تقرا اخبارها وتصدقها. هذا هو الدور الحقيقي للإعلام. يعني كاينين يضحكوا علينا وإحنا بنصدق كذبهم. 10 سنين قضيتها من خبر لخبر وبالآخر طلعت هبيلة. كنت أقول لك ما تصدق الأخبار، كلها سوالف مدروسة. قصدك مدسوسة، لكن شو بدي أسوي؟ كنت جاهل. وهلأ؟ أنا هلأ رئيس تحرير الموقع، بلعب بالخبر لعب. منيح اللي كل أخبارنا اجتماعية، لا سياسة ولا بطيخ. أصلاً موقعنا موقع اجتماعي حاراتي. طيب افتح على موقع سالفة بايتة اللي بدهم ينافسونا. سبيكي منهم. أي افتح، شو خسران، خلينا نضحك عليهم شوي. تعالي اقري شو كاتبين. شوفي، نجاة رئيس تحرير موقع اجتماعي حارتنا من حادث سير. شايفه اللي كنا نعمله بالناس صاروا يعملوا فينا. شو بتسوي يا ام سامي؟ بكتب خبر عاجل. مش وقتك هسا، احنا عودنا قراء الموقع انه نكتب الاخبار من 12 للتنتين الظهر وبالليل. بس هذا خبر عاجل. ايه، شو هالخبر العاجل؟ تمت تسوية الخلافات بين ام خالد وابو خالد منعا للطلاق. وليش التسوية؟ ام خالد زعلانة منك لانك طلقتها امبارح من جوزها. انا ما طلقتها من جوزها. بس هي بتقول انه انت هيك كتبت. لا لا لا، انا مش هيك كتبت، انا كتبت ام خالد وابو خالد على حافة الطلاق، on the edge يعني، بسبب فيلم هندي. إذا على الحافة معناته وقعوا. لا لا، من طولهم ولا يهمك. طيب بنعيد تحرير الخبر. طيب إذا بدك تعيدي تحرير الخبر، شو الصياغة، كيف بدك تكتبي؟ أبو خالد يستجيب لنداء الموقع والمعجبين بأم خالد والقراء، ويقرر عدم حضور الأفلام الهندية لمدة يومين في الأسبوع. شو رأيك؟ منيح، وهيك ما بزعلوا منا الهنود. وهي انتر. لا عن جد بتحكي؟ كل هذا صاير معي وانا ما بعرف؟ واكثر من هيك كمان، بتعرفي انه في فضائيات طلبوا يعمل معاكي مقابله؟ انا؟ واو، طيب خلاص انا بقبل. بس احنا ما بنقبل. ليش؟ شو ليكون غيراني مني؟ مش موضوع غيري يا ام خالد، لازم تضلي سر. يعني انا هلا المرأة المجهولة؟ اسم وصورة بدون صوت. يعني أنا هلأ حلم القراء؟ منيح يا أم خالد اللي ما اشتغلتي معنا. مش مشكلة، هيني بشتغل بالناس، وخصوصاً لما حطيت صورتي بصراحة عملت جو. أم خالد كبري عقلك، يعني مصدقة إن هاي صورتك أنت؟ بعرف حبيبتي إنها صورتي واحدة أوكرانية، بس برضو يعني صورتي حلوة. حلوة وبتجنني وزي القمر، كل القراء حبوها. قصدي حبوكي. وكمان أبو خالد حبها ويمكن يطلبها للزواج.
كملت اللعبة، ما في داعي لا للزيادة ولا للنقصان. شو هذا شو هذا يا بيلي زمانك؟ معنان لا الحكم، وإذا صفرت حمرت. وشو يعني؟ يعني غلطة تانية بتطلع برا الغرفة. أنا بحتج. على شو بدك تحتج؟ روح على الفيفا. كيف دخلت الغرفة من غير؟ تقول ليش من غير بطاقة؟ من الآخر يا معدنان، من الآخر، شو بديك؟ بدور عليك. ولقيتيني؟ لقيتك بس مشغول مش فاضيلي. والله مشغول بأم عدنان. وشو اللي شاغلك إن شاء الله؟ عندك نهائي الدوري؟ لا لا، بس بفكر أفتح صفحة رياضية بالموقع. طب لا تعرف شو هي الرياضة بالأول؟ أنا أكبر مشجع في العالم. ما شاء الله كلكم أكبر، فيش ولا واحد أصغر. بكفي إني بفهم بالرياضة. وليش كاتب على قميصك من قدام مش من ورا زي اللعيبة؟ لا لا لا، من قدام أرقى وأهيب. شوفي إيه أبو أدنان. يديك بين يديك ثلاثة أحرف. بين يديك الألم الألم يا أبو سامي، ثلاثة أحرف بين يديك ألم. استني صح، كيف عرفتي؟ شو اللي كيف عرفت؟ بين يديك وبعدين معك يا أبو سامي، يعني صار لك 20 سنة بهالسلافة، بدكش تبطلها؟ ما هم أحياناً بيعقدوها. هلا ولا بيعقدوها ولا إشي، أنت شو رأيك تترك هالسواليف الفاضية؟ صار عنا موقع نتسلى عليه. أنت شو مزعجك في هالموضوع؟ هاي السواليف الفاضية، أنا بوقت فراغي بتسلى بحل الكلمات المتقاطعة. تعرف أنا شو بدي أعمل؟ بدي أعمل لك كلمات متقاطعة على الموقع عنا. يا سلام، يا ريت، بس تعرفي ما بصير. ليش ما بصير؟ ما هو كله تسالي الموضوع. لا، هذا الموضوع بالذات مش تسالي. لا عاد شو الموضوع؟ الموضوع ثقافة وعلم. طيب، أنت بتعرفي شو أصل الكلمات المتقاطعة؟ لا والله ما بعرف. يعطيك العافية يا أرثر. أهلا روني. أهلا. شو طلع معك بالألعاب إشي؟ لازم يطلع، لازم. أنا مش عارف ليش بغلب حالك بالألعاب والحزازير، أنا مش عارف جد. ضروري يكون في إشي جديد للقراء يا روني. طيب خلي غيرك يجيب الجديد. ليش مش أنا؟ وشو طلع معك؟ تذكر لعبة الدوائر السحرية زمان زمان وإحنا صغار، جدودنا كانوا يلعبونا فيها. بتذكر؟ بتذكر هاي اللي لما كنا وإحنا صغار بلندن نلعبها. exactly. بس هلا إحنا بنيويورك يا آرثر. بعرف بس هاي اللعبة يا روني مش رايحة من بالي. يعني بدك تحطها نفسها. كيف نفسها؟ بقول لك بدنا نقدم للقراء إشي جديد، نيو. وشو هو الجديد بهالموضوع؟ أنا بقول لك، يعني أنا بقول إنه إحنا جدودنا كانوا يلعبونا دوائر تكون مربعة. هذا هو الجديد؟ لا طبعاً، يعني مثلاً أحرف الكلمات بنحطها في المربعات بشكل أفقي وعمودي. حلو حلو يا آرثر، عجبتني. يعني أوكي؟ طبعاً أوكي. ولأول مرة رح تنزل الكلمات المتقاطعة لآرثر وين؟ يعني في كانون أول عام 1913. يا أول أنت. منيح إنه مكتبك فاضي. ليش فاضي؟ ما أنا موجودة ولا مش شايفتيني؟ لا مش قصدي هيك، أنا قصدي إنه فاضي من المراجعين. تا
طب ما تنقي هلا بيجوا جماعات جماعات. لا 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 بعيد الشر بعيد الشر بعيد الشر. ليش خايفة من المراجعين؟ لا مش خايفة منهم، يعني أهلا وسهلا فيهم، بس أنا مش لاقي وقت أقعد مع حالي. وليش بدك تقعدي مع حالك؟ يا ستي بدي أحل الكلمات المتقاطعة. أنا طلعت أشطر منك، حليتها من الصبح. أنت موظفة شاطرة. بتعرفي إني أنا مشتركة مجلات خصوصي عشان الكلمات المتقاطعة؟ وبيعطوا جوائز على الحل؟ آه طبعاً، وجوائز كتير محرزة. الله يا عمي أصحاب الجرايد والمجلات بيفهموا. الكلمات المتقاطعة أفضل ألعاب، وصارت المطابع تعمل كتب خاصة لإلها. وفيها ثقافة كتير عالية. الله يعين الصينيين، انحرموا من هاللعبة. وليش ما يلعبوها؟ اللعبة كتير سهلة والصينيين شاطرين. مو لغتهم معقدة وحلها ما بتنكتب ومشلبكة بعضها البعض. الحمد لله إنه حروفنا مقطعة. طب يلا أنتي بلشي هلأ حلي قبل ما يجوا المراجعين. وإنتي شو بدك تعمل؟ أنا رح ألعب من سيربح المليون. أوكي. ما شاء الله عليك، وعامل لي فيها آدمين؟ يا بنت الناس، شو بدك أساعدك في إيش؟ بدي تساعدني، في خبر عالق بزوري وبدي تساعدني فيه. في أخبار كتيرة ما بتنزل من الزور. بس هذا خبر مهم. من فوق الجوزة ولا من تحت الجوزة؟ هلأ ساعدني وانت ساكت. سكتنا، تفضلي غردي يا ست الكل. اسمع الخبر، بعد أن اشترت منه 5 كيلو تفاح بقى الخضار يقع في غرام أم خالد. إيه 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 إيه، مين اللي كتب هالخبر؟ أبو عدنان. الظاهر أنه أم خالد رح تتطلق على إيدينا. طب تعال يلا نكذب الخبر. لا 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 لا، ما بصير بهالسرعة هاي. أول إشي خلي الناس يبلعوا الخبر بعدين بنكذب الخبر. اسمع شوف شو عملت لك أنا على الموقع. إيش هذا؟ هذا ألعاب وتسالي بدل الكلمات المتقاطعة تبعك. إيه، لا بديل عن الكلمات المتقاطعة.